غادي ناخدو طنجره اللي غادي نديرو فيها جوج حبات ديال البصله اللي كيكونوا مشلدين رقيق، كنضيف عليهم واحد 4 كاس ديال الزيت النباتيه، معلقه كبيره ديال الزبده، ومن بعد كنزيد الدجاج اللي كنكون غسلته مزيان حيت منه الجلده، وغسلته مزيان وعصرت عليه الحامض باش ما كتبقاش فيه هذيك الريحه ديالو نهائيا، كيتنقى مزيان. من بعد كنزيد عليه مكعب واحد من ضمتي بالنكهة ديال الزعفران الحر، قبطة ديال القزبر ومعدنوس اللي كنغسلوه مزيان، وكنضيف التوابل اللي هي التوابل الخاصة بالدجاج كتباع جاهزة، ولا مكانتش متوفرة عندكم كتكتفيو فقط بسكنجبير والخرقوم والقرفة. غادي نضيفو معلقة صغيرة ما عمرهاش من هدوك التوابل، بعد كنزيدو معلقة صغيرة من الخرقوم البلدي، راس معلقة صغيرة ديال البزار، ومعلقة صغيرة معمرش ديال سكينجبير، معلقة صغيرة ديال السمن الحار، إلا كان مجهد بزاف كديرو غير راس معلقة صغيرة، جوج عواد ديال القرفة اللي كنديرهم في الجناب، جوج صوص ديال الثوم اللي كنطحنهم أو كنحكوهم، شوية ديال الملحة، واحد نص كاس ديال الماء باش ما تحرقش لينا ديك البصله والعطريه في الاول، كنسدو عليه وكنحطوه فوق نار متوسطه حتى كتبدا ديك البصله كيدخلها الطياب كتلق الماء ديالها، عاد كنقلبوا الدجاج باش كيتشرب هذوك التوابل مزيان. هنايا بعد ما قلبت هذاك الدجاج ديالي مزيان في العطريه حتى تشربوا، كنخليه كيتشحر واحد 10 ديال الدقائق، كنشوف من هذاك المرق الاول ديالو، عاد كندير ليه الماء فاش غادي يطيب. بعد ما تشحر مزيان كنزيد ليه واحد جوج كيسان ديال الماء اللي غادي نضيف الماء اللي تيكون مغلي من قبل، غادي نسدوه عليه ونخليوه كيطيب على نار اللي كتكون في الاول مجهده حتى كيغلى، ملي كيبان لينا غلا كنقصوا النار كنخليوها متوسطه وكنخليوه كيطيب. غادي ناخد واحد كاس صغير ديال الزبيب اللي غسلته مزيان، غادي نخوي عليه شويه ديال الماء طيب وكنخليه كيرطب. هنايا الدجاج بعد ما كيغلى كنقصو عليه البوطه ونخليوه كيطيب على خاطرو. دابا غادي ندوزو للشعريه، بالنسبه للطريقه ديال تحضير الشعريه سبق لي وحددتها في فيديو سابق بكل التفاصيل ديالها، غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف مع المقادير. الطريقه اللي هي سهله ومبسطه، كنديروا الشعريه 500 غرام ديال الصفه، كنديروا مع جوج معالق كبار ديال الزيت، من بعد كندهنوها بهذاك الزيت مزيان حتى كتدخل معاها، كنديرها في الكسكاس كتفور فوق برمة اللي فيها ماء مغلى مدة ديال 15 دقيقة، في كل مرة كتفور 15 دقيقة، ملي كتفور 15 دقيقة كنصبو عليها الماء 2 لتر ديال الماء اللي تيكون طايب، كنخليوها كتسقطر واحد شوية في البرمة، ومن بعد كنردوها للقصرية كنحلوها عاوتاني بجوج معالق كبار ديال الزيت، كتبرد وكنعاودو نردوها تفور، كنقومو بهاد العملية 2 حتى 3 المرات حتى كطيب لينا مزيان. في الفورة الأخيرة كنديرو لها الملحة وجوج معالق كبار ديال الزيت، كنحلوها مزيان
فاش كتشرب هذيك الملحه، كنخليوها في الكسكاس كتسقطر واحد شويه من هذاك الماء، بعد كنعاودو نردوها للقصريه كنخليوها كتبرد. في واحد الكاسرونه كنديرو شويه ديال المشمش، كنضيف عليه الماء اللي تيكون سخون، جوج معالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره ديال الزبده، وعود واحد ديال القرفه، كنديروها فوق البوطه كنخليو كيطيب حتى كيتعسل، كيتعسل وكيطيب مزيان. بالنسبه للدجاج ديالنا بعد ما طاب وديك المرقه بدات كتقلل، كنحيدوه كنديروه فواحد الطبسيل باش كيبرد. ودابا ديك المرقه اللي بقات غادي نضيف عليها داك الزبيب اللي رطبناه في الماء سخون، راس معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده او العسل. غادي نخليوها مره مره نحركو ونسدو عليها، نخليوه كيطيب هذاك الزبيب وكيتعسل في نفس الوقت. غادي ندوزو للدجاج ديالنا بعد ما برد، كنقطعوه طريفات صغار وكنحيدو منو هذوك العدومه. وكنعاودو نرجعوه للمرق اللي درنا فيه الزبيب والقرفه والسكر، كنحركوه حتى كيتشرب هذيك المريقه مزيان. مره مره كنحركوه كنخليوه كيتعسل حتى كيولي اللون ديالو بني. هنا بعد ما تشرب مزيان هذاك المرق كيولي معسل وكيولي قليل بزاف خاطر، كنطفيو عليه وكندوزو للسفه ديالنا باش نردوها تفور واحد 5 دقائق او 10 غير كتسخن، باش كنزينوها كنديرو عليها الدجاج وكنزينوها في طبق ديال التقديم. دابا كندوزو هنايا للشعريه بعد ما بردت مزيان وتشربت، كندير لها واحد كاس كنسقيها في الاخر بواحد كاس صغير ديال الحليب بارد، وكنعاود نردها للبرمه باش كتفور واحد 5 حتى 10 دقائق غير كطلع فيها الفوره في البرمه اللي فيها الماء اللي تيكون سخون مزيان. مني فارت صافي، دابا كنعاود نردها للقصريه وهي سخونه، كنضيف عليها صاشي واحد ديال السكر فاني ومعلقه كبيره ديال الزبده. هنا من الاحسن تستعملوا الزبده اللي كتكون كيكون المذاق ديالها زوين، الزبده ديال العبار، باش كتعطيكم فيها واحد المذاق زوين. كتحركوها فيها مزيان حتى سخونه باش كتذوب. كنديروا نصف الكميه في الطبق ديال التقديم. ندير فوق منها داك الدجاج كنديروه في الوسط، نعاود نغطي بهداك الشيء اللي بقى ليا ديال الشعريه من الفوق، ومن بعد كنزين بخطوط ديال القرفه وبهذاك المشمش اللي سلناه في الاول وشويه ديال اللوز اللي تيكون مقلي من قبل. الوصفه ديالنا كملناها، كنتمنى تجربوها فعلا كتجي اكثر من رائعه. ما تنساوش تخليو جيم الفيديو اللي عجبكم، تشتركوا معايا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.